الشيف جعفور. بالنسبة غصات متاع شوربة شعير متاعنا أوشي جو، عملت غسيت بصل تروف تروف، عملت في شوية زيت، هاتيت فيه عدس شعير ولوبيا حمراء، زدت فيهم زيادة معدنوس، وشبت كسبر مخصوص عشي بالملح كركم وفلفل، زدت فيهم ماء خليتهم يطيبوا، أخذت ياغورت زيادة، طيبت ياغورت في الماء متاعو، بعد هاتيت ياغورت في الميكسير، زدت في الشوربة، خذيت نعناع وشوية ثوم مرهي زيادة، عملتهم في الزيت وزدت في الشوربة، خليت هكا درج، بعد درج أطفي نار وسي شوربة هادرة. الشيف جعفور جاف سيما طيب ولا ما زي ما طيب سي خلتني عيني شوية قيلت تقيلوا انتم ولا في ايران؟ ايه اش معنى؟ في السيف هكا تسموها قيلة؟ ايه شبه شنو تسميوها القيلة؟ خبي قيلولي خبي قيلولي؟ ايه توا الماكلة هذه طابت ولا؟ توا اي سي شوف هذه سفينيريا عملت في الزيت وسكر وزعفران زعفران سي تعالى وشوربة زادة تاع شوربة تاب؟ تاع شوربة ذكر ولا مؤنث انتوما؟ ما عندناش مذكر وتابت احنا نقول الشوربة تابت خاطر لا دخلت كي بعد يعني كان الشوربة تاب في فارسي ما عندناش ما عندناش ليه تابت بالفارسي شنو تقولوا؟ بوخت بوخت ثوم بالايراني شنو هو اسمه؟ سير 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 الازرق سير الثوم بالايراني اسمه السير فوالا سامحني والله مريت مغرفة بالايراني شنو؟ قشق 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 الله سبحان الله سخن زيت حرق بالقشق سير بالقشق فوالا خوبي قيلولي خوبي قيلولي خوبي قيلولي خوبي قيلولي خوبي قيلولي بربي اللي تفرجوا فينا لا تعملوا الخوبي قيلولي كملوا كملونا نحن بعد اعطيوا خوبي قيلولي وهذه نعناع شيحة نعناع شيحة نعناع مذكر شيحة نحط فيه النعناع بالإيراني شنو؟ نعنو نعنو؟ اي سبحان الله فوخت؟ فوخت فوخت؟ فوخت نسأل فيه؟ لا لا مازال اي ما جاوبين فوخت؟ نابوخت اوه لعبة دي كيما وصلناش الحمام مازلنا حسبي ممسطها لا لا قريب 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 وك الروز ما قلتليش كيفاش طيبوه انتوما فوالا باش نقول لك كيفاش صرنا نكمل مع الشوربة سامحيني اختي سامحيني انا غلط سامحني بربي باش نسالك نعناع بالثوم وبالزيت نعناع بالثوم وبالزيت هذا نصبوه في الشوربة يمينتي يمينتي الريحة الريحة قوية بنينة ياسر شوف قداش بنينة بنينة على الاخر فوالا شم ريحة نشم وهذه ياغورت تذكر هاتيت طيبت ياغورت شو كيفاش ولات شو حطيت في وسطه الياغورت؟ حطيت شيء حتى شيء ركبت شوية من ملح باركا طبعا نحط في الميكسير اللي شنو بتسميهم الكلافز اللي يكلفز كيما العصيده كي تحركها تعمل كلافيز كلافيز شنو تسميهم هذوك في ايران؟ نحب نعرف كل شيء العصيده كي تحركها تعمل لك كلفوزه شو سيبو ما نعرفش والله لا كيف انت تسال حاجات والله نعرف خاطر التونسي حاب يعرف كل شيء يقول لك رد بالك كيما في العصير الزقوق ورد بالك لاي كلفز يقول لك رد بالك لاي كلفز زي كلفز ومعناتها عمل كلفوزة خلينا كم شوربة تعبت شوربة تعبت توا باش نزيد شوية نعناع الديكوراسيون تاعها نعناع وزيت نعناع وزيت باركا اي نعناع 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 بون جو في لو توا لو دريساج نتاع الشوربة صحيح دونك نعاود نذكركم اللي يتفرجوا فينا الكل احنا اليوم قاعدين نحضروا في شقان فطر ايراني
هذين بتلقاو في حتى قناة تلقاو كان عنا نحن إيران إيران مرة هذية من طهران مرة عالمية على الأخر الشيف جعفور مرسي سيما يعطيك الصحة عايشك طويك جيش تفسر للسادة المشاهدين كيفش طيب الروز الإيراني لكن هوت مي مي بالبرشا مالح باش يغلي صب روز في الماء خليه يطيب شوية نهي روز وتصفيه تصفيه فوالا ونغسل بالماء بارد ماء بارد بيان سور باش نهي ليكسيدون داميدون تاعو نمشي هذاك نمشي وهوت في كاسارونا شوية ماء وشوية زيت ولا زبدة رجع في الكاسارونا روز عمل قب كيف قبة قبة فوالا وعمل نقب بالمعرفة باش الروز يتنفس فوالا وغطيه بالقطع نتاع كاسارونا وخليه يطيب أقل من نص ساعة أقل من نص ساعة أوكي أوكي وبعد ثم سفنيريا والصوص وسفنيريا سفنيريا عملنا بالغاب خشين رابي سفنيريا رابي 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 لابي سيني توجو افيك بو رابي رابي بشويه زبده وسكر وزعفران وانا نستعمل زعفران نتاع زعفران ايراني ايراني احسن زعفران في الدنيا شي اخر؟ خلي هكا باش يطيب وقت تولي كيف معجون اطفي عليه بعد خديت زادة لوز وفستق وفستق لوز وفستق لازم قصهم نهي قشور متاعهم وقصهم لاميل اون لاميل انا في ايران نشريهم هكا اما هوني ما فهمش لازم هذا خديت بون هذوما خليهم في جهه جيره وبعد خديت زادة دجاج عملت بالبصل كركم خليت باش يطيب بشويه بشويه باش طبعا كل شيء حاضر حاضر فوالا دونك نخلطوا الصوص نجم خلط كل شيء مع بعضهم والا حط روز في 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 البلا دو سيرفيس نتاعكم حط سفنيريا وزين بال بالفستق بالفستق وباللوز الشيف جعفو مدام سيما نعم وصلنا النهاية نتاع الحلقة نتاع اليوم باش نسألك بعض الأسئلة تجاوب بكل صراحة ها؟ داكوردو سمي لي ثلاثة أكلات تونسية ملوخية كامونية وبريك بيان مدام سيما بيان بيان مدام سيما نعم السؤال الموالي سمي لي ثلاثة بلايس في تونس الجم جربة مناستير بيان بيان مدام سيما نعم سمي لي ثلاثة فنانين توانسة سونيا مبارك واو كافون كافون غبي غبي اي بن صليحة بن صليحة ميسيلش بيان مدام سيما نعم آخر سؤال شنية أشهر ماكلة تطيبوها في إيران؟ فما قورمة سبزي طيبوا السبسي؟ قورمة سبزي حتى نحن عندنا ماكلة حتى حاجة من النوع هذي اسمها بيجي قايد السبسي وبنينة؟ الحق بون شو أقول لك ماهيش ماكلة هي شنية؟ هي كما تقول الطبق الرئيسي داكورد ايا ليتك زينه عاد لمباسيو